زيد نفخه شويه زيد زيد نفخه كتبتي زيد خلاص مليحه مليحه راح يغشوا هذا هيا روحوا هيا الياباني المعدات الياباني من واش يتكون؟ عندنا يتكون من الاطار الخارجي للمعدات الاطار الخارجي للمعدات هذا اللوك هذه اللي برا هذه هكذا برك لازم نعدلو الان نروح عند القيمات نعاودوا الساعه قبل ما نبداو نعاودوا هذا الاطار الخارجي للمعدات الاطار الخارجي للمعدات هنا العارضه الافقيه اعمده الاعمده نسميوها الاعمده ولا اعمده الاحاد الاعمده ولا هنا خرزات دوكا دير تصفير صفرها احسنت الان انت دير لي سبعه ممتاز صفقوا عليها احسنت هيا سنسافي ديري حطينا كده ربع الصفر صفريها تصفير ممتازه سلسابيل دير لي تسعة تسعة معليش حبيبتي شوفي صفقوا عليها بهذه باليسرى عفوا وتخدمي باليمنى هكذا شد من هنا هكذا ونخدمه بهكا ديروا التصفير كنوريكم كيفاش نديروا التصفير شدي هاي شدي زادي شوية هكذا صحيتي بنتي احسنتي احسنتي ثمانية ايوا مع بعضهم صحيتي بنتي هيا صفقوا عليها ممتاز هيا روح جايه نشدوا هذه العارضه الافقيه هذه تشدوها هيا روح صحيتي بنتي معليش معليش كنت تعلموا ما لازمش يكون عندك تصفير شوفي بنتي هكذا شوفي شدي اليد شدي اليد خطا في البطاطس تاعك وجيبيها نحي باش ما ترجعهمش للاخر هكذا شد 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 هكذا وهكذا هاي تخلص هاي شد من هنا شد من هنا شد هذه شد هذه شدها هكا شدها وفوت هاي زيد عاود زيد عاود تنجيبها خلص شد باليسرى شد باليسرى شد باليسرى علاه نشد باليسرى باش ما يهربلناش شوفوا ليكم شدوا في السلوك نخليو الفراغ باش نفوتوا لنا هاي شد هذه العارضة الأفقية راهي هكذا راهي صحيتي هذه هي هاي شدي شوفي شدي مليح الجهة اليسرى شدي مليح هاي روحي جيبي القصبعتين لتحت هذو اليمنى جيبيهم لهنا شدي هذا لا شدي هذوك شديها شوفي عندي شوفي كيفاش نشدها نشدها هك هكا ونحيدهم على على هاي خلطي عاودي شوفي عاودي هذه ما باش ترجع لا لا حبيبتي شوفي بناخذ بناخذ شدي من هنا ما شاء الله هاي صفقوا عليها وجابها الاولى نديرو تص في حتى المعده تاعنا نطبقوا نفس الشيء على المعده تاعنا الصغيره هذا اللي راح نخدمو الان ديري سبعه معليش ديري هكذاك بصح شوفي احترمي الاخر هادو باش نخدموهم باش نشوف كتكون فهمتي ولا لا ديري التصفير ديري التصفير عادي التصفير هاي كيفاش نهبطو هذه باش نخدموها بيت وص وصرا وهذوك بيت بالابهام ما تنساوش هاي ممتازه صفقوا عليها نديرو تص تصفير واش نديرو تصفير نحيدوها على العارضه الافقيه على العارضه الافقيه نحيدوها على العارضه الافقيه واش نديرو نديرو سته نروحو لحاجه صغيره نديرو العدد سته
نخدمه. وراه القلم نتاعك، وراه القلم، شد 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 القلم، القلم راح نحاسبكم على القلم دائما هكذا. نهبطوا هذه الوسطى ونزيدوا نطلعوا هذه بي. خلاص ممتاز. في الخطوه الاولى تصفير، الخطوه الاولى تصفير. صاحتي بنتي هيا ريحان سبعة، اللي سبعة أيوة ما شاء الله صحيح. ما شاء الله ما شاء الله. الخطوة الأولى تصفير، تصفير الخطوة الأولى تصفير، صفر كلش. كي نقولوا تصفير يعني نحيدوهم على الخمسة السفلية ولا العلوية. واش نديرو؟ ديري لنا ثمانية، ثمانية كيفاش نديرو ثمانية؟ نعم روحي كملي. لا لا يا بنتي لا لا لا، هذه سبعة الوسطى بقيها بالوسطى باش تعودي. وهذا باش نطلعو مع بعضاهم بي، نطلعوهم بي بي إبهام. إبهام نعم. سبابة خنصة، خنصة بنصر. صافية عاوديها. نعم سبابة نعم. الوسطى خمسة، خمسة والبنصر. هيا روح انت يا إبهام. كل واحد يروح للمعداد تاعو يشدو كيما قلنا. وضعي صفير، وضعي صفر، قلم دائما في اليد، قلم دائما في اليد. هيا يكون برك تحركوا، تحركوا صوابعكم نهائيا. طويلات شويه اليمين.